السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس. درسنا لهذا اليوم هو بعنوان إشلام أنجلي. إشلام أنجلي، إشلام يعني عملية، أنجليك يعني أولوية. لكلمة أنجي لحالها يعني قبل، أنجليك أولوية يعني إذا عندي أنا أكثر من عملية حسابية في نفس العملية بمين بدي أبدأ؟ مثلا إذا كتبنا ثلاثة زائد خمسة ضرب ثمانية ناقص تسعة تقسيم ثلاثة يساوي. الآن السؤال، كيف راح أبدأ في عملية الحساب؟ طبعا أكيد العمل يبدأ من اليسار إلى اليمين، سول دان سول صا. أبدأ، هل أبدأ في عملية الجمع أم في عملية الضرب أم في الناقص أم في التقسيم؟ لذلك في عندي قاعدة، في عندي قاعدة، تعالوا نشوف شو هي القاعدة. القاعدة هي على الشكل التالي، ننزل لتحت شوي بنشوفها بالصفحة. تحفظوا لي القواعد هذول. إشلام أنجلي نوت، أول أولوية يعني أول شيء بمين أبدأ؟ أبدأ ب أسلوب إفادة لاف. إذا كان في العملية أسس، أول شيء أبدأ في حساب الأسس. إذا أول شيء أبدأ بالأسلوب إفادة لاف إكي بارانتيز إتشيندكي إشلام لاف، يعني احسب ما داخل الأقواس. إذا أول شيء الأسس بعدين الأقواس. ثلاثة شارب ما ويا بول ما، الضرب أو القسمة. آخر شيء خطوة رابعة توبلا ما ويا تشيكار ما، الجمع والطرح. ولكن في شيء مهم بالنسبة للضرب والقسمة. طيب إذا عندي عملية بس فيها ضرب وقسمة، يعني ثلاثة ضرب خمسة ناقص أو تقسيم اثنين، هل أبدأ في الضرب ولا في القسمة؟ دوما أبدأ من اليسار، أبدأ من اليسار. أين إشلام أنجلي صاحب إشلام لا سولدان سا سولدان سا، جدا مهم. إذا هدول هن الخطوات اللي راح نحفظهم. إذا وقفوا الفيديو وعدوا لي الخطوات لأشوف. يلا، إذا الخطوة الأولى نحسب الأسس، الخطوة الثانية نحسب ما داخل الأقواس، بعدين الضرب والقسمة من اليسار لليمين، بعدين الجمع والطرح من اليسار لليمين بهذا الشكل. نبدأ الآن في أمثلة وتمارين. ننتقل لتمارين التمارين كانوا دو صفحة، عشان تعرفوا أي صفحة أنتوا، 20. وإذا الكتب مختلفة نحن ما بيهمنا الصفحة، بيهمنا الفكرة. راح نبدأ بالسؤال الثاني. أشادكي نقطلة يرلرة كتب بيوك وإشيت سيمبولرين دان ويقون أولان يزمز. اكتبوا اكتبوا المناسب من الرموز هذول، إما يساوي أو أكبر أو أصغر في الأماكن المنقطة، يعني بالفراغات. طيب يعني بدنا نشوف هاي أكبر من هاي ولا أصغر ولا يساوي، كيف بدنا نعمل؟ بدنا نحسب. تعالوا نحسب بهذا الشكل. عندنا أربعة ضرب خمسة ناقص اثنين، أربعة ضرب خمسة ناقص اثنين، أربعة ضرب، طبعا ضرب يمكن نستعمله كنقطة، أربعة ضرب خمسة
ناقص 2 فراغ، 4 ضرب 5 ناقص 2 بهذا الشكل، 4 ضرب 5 ناقص 2. طيب نبدأ الآن في الحل. لاحظوا هون الخطوة الأولى، هل عندي أسس؟ ما في، ننتقل. هل عندي أقواس؟ ما في، ننتقل. الأقوى بعد مين؟ ضرب القسمة. فعلا هون في عندي ضرب. يلا نبدأ، 4 ضرب 5 20 ناقص 2 بهذا الشكل، 20 ناقص 2 18. طيب فراغ، كمل هون. لاحظوا هون ما عندي أسس بس عندي أقواس، معناته نبلش بالأقواس. لاحظوا ممكن حدا يسأل، أستاذ في عندي ضرب هون ليش ما ببلش بالضرب؟ لا، الأقواس أقوى من الضرب. نحسب ما داخل الأقواس، 5 ناقص 2 3، 3 ضرب 4 20. إذا لاحظوا 18 و20 أصغر ولا أكبر؟ شو الجواب؟ إذا الجواب هو 18 أصغر من 20. إذا أونسيكيز يرميدان دها كوتشوك، أونسيكيز يرميدان دها كوتشوك بهذا الشكل. طيب ننتقل للتمرين اللي بعده. هلا صرتوا تعرفوا تحلوا انتوا معي. طيب نبدأ، يلا نشوف، فكروا قولوا لي شو نعمل الآن، ما الحل؟ عندي أول شيء نسأل حالنا شو العمليات الموجودة؟ عندي تقسيم وعندي ضرب، مين الأقوى، التقسيم ولا الضرب؟ نفس القوة بلا، ولكن هون الأقوى اللي بيكون مين؟ اللي على اليسار. 16 تقسيم 4 4 4 نضربها باثنين، 4 ضرب 2 8. كويس، فراغ فراغ. هل عندي عملية ضرب وعملية قسمة، مين الأقوى؟ الأقوى اللي على اليسار. 16 تقسيم 4 عفوا 16 ضرب 4 64. إذا ما عرفتوا بتضربوا ضرب عادي، 16 ضرب 4 بهذا الشكل وبطلع الجواب. طيب 64 تقسيم 2 هذا الشكل، 64 تقسيم 2 يساوي 2 و3. طيب بنحط الجواب هلا، مين أصغر مين أكبر؟ إذا 8 2 و3، 8 أصغر من 2 و3 بهذا الشكل. بنروح على التمرين اللي بعده. نبلش نشوف، نعمل فراغ هون، نبدأ. يلا ما راح احكي، انتوا بتحلوا. عندي عمليتين، دوما لاحظوا تسألوا انفسكم بهذا الشكل، زائد تقسيم، مين الاقوى؟ الاقوى هو التقسيم. 12 تقسيم 3 4، والعملية هي بنحطها نفسها. طيب 5 زائد 4 9. طيب عندي تقسيم، عندي زائد، مين الأقوى؟ تقسيم. إذا 12 تقسيم 3 فيها 4 4 زائد 5 9، معناته الجواب هون يكون يساوي، فعلا 9 يساوي 9 بهذا الشكل.
ننتقل إلى تمرين بعده. تسعة ناقص اثنين ضرب أربعة. طيب نحل مع بعض، يلا ابدأ ونشوف فكره. اللي بين أقواس أقوى. 9 ناقص 2 7 ضرب 4 28. مين أقوى؟ ضرب. إذا 9 ناقص 2 ضرب 4 8. 9 ناقص 8 1. العلامة أكبر بهذا الشكل، أتوقع وتحط الفكرة. طيب ننتقل لهذا التمرين، التمرين اللي بعده. تمرين رقم 3. 40 ناقص 70 زائد 2 أس 3 تقسيم 2 يساوي. تعالوا نحل مع بعض. لاحظوا في عندي أكثر من عملية، عندي أقواس وعندي أسس وتقسيم وزاد وناقص. أقوى شيء مين؟ الأسس. يلا نبدأ، وكل شيء ما عدا ذلك بنحطه نفس الشيء. 40 ناقص افتح قوس 70 زائد 2 أس 3 بنحسبها بطلعنا 8، سكرنا القوس، تقسيم 2 يساوي 40 ناقص. هلا راحوا الأسس، مين عندي هلا أقوى عملية؟ هي عملية الأقواس. الأقواس معناته 40 ناقص، ولما بنحسب ما داخل الأقواس ما عاد في داعي نكتب الأقواس أو نرسم الأقواس. 70 زائد 8 78 تقسيم 2 يساوي. طيب الآن شوفوني هون، مين العملية الأقوى، ناقص ولا التقسيم؟ تقسيم. نبدأ بالتقسيم. 78 تقسيم 2 فيها كم؟ أول شيء بنكتب 40 ناقص مثل ما هي. 78 تقسيم 2 يعني نصف 78 35، و4 39 يساوي. خلاص ما عندي غير عملية واحدة، 40 ناقص 39 بهذا الشكل. أتوقع الفكرة وضحت. طيب التمرين اللي بعده عبارة عن توصيل. طيب سؤال رقم 4 يقول: aşağıdaki işlemleri doğru sonuçları ile eşleştiriniz. Eşleştirmek yani توصيل، يوصلوا كل سؤال مع جوابه. طيب مشان نوصل لازم نكون احنا نحسب. طيب نبدأ الآن. 100 تقسيم تحت قوس 25 ناقص 5 سكرنا القوس زائد 14. طيب في عنا أولويات حسابية، تعالوا نحسب فوق. الأولوية لمين؟ للأقواس. نحسب 25 ناقص 5 فيها 20، إذا ما داخل أقواس نتيجته 20، معناته بنكتب 100 تقسيم 20 زائد 14 بهذا الشكل.
نكمل. أولوية لمين؟ هل عندي 100 تقسيم 20 زائد 14؟ الأولوية لمين؟ للعملية القسمة. 100 تقسيم 20 فيها 5، 5 زائد 14 يساوي 19. 19 مين هو الجواب الصح إذا بهذا الشكل؟ التمرين اللي بعده نجي نحله على طرفه. يلا بنحل هذا التمرين سوا مع بعض. هون 70 ناقص 9 ناقص 3 ضرب 4 يساوي الأولوية لمين؟ للأقواس. 70 ناقص 9 ناقص 3 6 ضرب 4 يساوي الأولوية الآن لمين؟ عندي ناقص عندي ضرب، الأولوية للضرب. 70 ناقص 6 ضرب 4 24 بهذا الشكل. الآن 70 ناقص 24 46، إذا هذا 46 وجواب له بهذا الشكل. الآن ننتقل للمثال اللي بعده. إذا 46 يلا نبدأ، مين الأقوى هون؟ الأقواس. طيب يلا احسبوا نشوف. 36 زائد 64 فيها كم؟ 100 تقسيم 10 زائد 3 يساوي الأولوية لمين؟ للتقسيم. 100 تقسيم 10 فيها 10 زائد 3 يساوي 13 بهذا الشكل. آخر واحدة. في عندي أسس هون. طيب نبدأ. 5 أس 2 كم قيمتها؟ يعني 5 ضرب 5 25 زائد 3 أس 4 يعني 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 يعني 9 في 9 81. إذا بتحسبوها بتطلع معكم 81 ضرب 2 ناقص 200 يساوي. الآن أولوية لمين؟ الأقواس. 25 زائد 81 106، 106 ضرب 2 ناقص 200 يساوي 106 ضرب 2 212 ناقص 200 يساوي 12 بهذا الشكل. كن حلينا هذا التمرين. بنكمل تمرين رقم 5. بش عنا عطاني 1 2 3 4 يكواردكي إفادة لدان هانجيلاري دورو دور. مين الصح؟ مشان نعرف مين هي العملية الصحيحة لازم نحل كل العمليات. تعالوا نحل هذا. يلا هون الأولوية لمين؟ رجعوا دوما اسألوا حالكم هذا السؤال، الأولوية لمين؟ عندنا أسس وزائد وضرب، الأولوية للأس، 2 أس 3 يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 8 زائد 2 ضرب 3 يساوي الأولوية لمين؟ للضرب، 2 ضرب 3 6 يعني 8 زائد 6، 8 زائد 6 14. هون أعطاني 12 معناته الواحد خطأ، إذا نحط هون عليها طيب اللي بعدها الأولوية لمين؟ عندي ضرب وعندي ناقص، الأولوية لا الضرب. 25 ضرب 2 50 ناقص 10 يساوي 40 معناته هاي صح. هون الأولوية لمين؟ للأقواس. 32 تقسيم 4 8 ضرب 2 يساوي 16 جواب أيضا صح. اللي بعدها الأولوية لمين؟ للأقواس. 125 ناقص لاحظوا داخل الأقواس أيضا عندي عمليتين ضرب وزاد. مين الأقوى؟ الضرب. نحسب 2 ضرب 3 6، الستة هاي نجمعها مع الخمسة صار 11، إذا مباشرة نكتب الجواب 11.
وصلت الفكرة؟ يساوي 125 ناقص 11 فيها 114. 114 كمان هاي خاطئة. معناته مين الصح؟ الصح اني رقم 2 ورقم 3. كيف اوج دور بهذا الشكل. الآن تمرين رقم 6. إشلام أنجلي كورالارını uygulayan hesap makinesi sırayla يعني أولويات العمليات المطبقة أو تمام قواعد الأولويات قواعد أولويات العمليات التي تطبقها الآلة أو التي تطبقها الآلة الحاسبة بالترتيب. المهم العمليات هذول tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayı görünür يعني ترجم الكلمات tuş يعني هي زرار الآلة الحاسبة basılırsa basmak يعني الضغط على الزر basılırsa يعني إذا ضغط على أزرار الآلة الحاسبة إكران شاشة hangi sayı يعني أي عدد görünür يرى يعني إذا كبسنا هدول العمليات بالترتيب على الآلة الحاسبة شو الجواب اللي راح يطلع معنا. تعالوا نحسب. أول شيء 14 ناقص 10 زائد 8 تقسيم 2. تعالوا نحسب يلا مين العملية الأقوى؟ ناقص ولا زائد ولا تقسيم؟ تقسيم. يعني البقية كلهم نكتبه نفس الشيء. 10 عفوا 14 ناقص 10 زائد 8 تقسيم 4 8 تقسيم 2 4. أعطيك جوابنا مباشرة. طيب هلا مين أقوى الناقص ولا الزائد؟ نفس القوة ولكن أقوى اللي بيكون على اليسار. 14 ناقص 10 4 زائد 4 يساوي 8. هذا هو الجواب الصح. طيب تمرين رقم 7. يرمي بيش artı 5 üssü 2 ya da 5 karesi çarpı 3 artı 10 kare eksi parantez içinde 15 artı 12 çarpı 4 işleminin sonucu kaçtır? Kem hiye neticet l'ameliyye? Tayyip, ta'alu ruh nebda hel hadihil ameliyye. Maşallah. طويلة جدا ولكن نبدأ بالتبسيط. أول شيء الأولوية لمين؟ للأسس. في عندي أسس نحسب الأسس. 5 أس 2 كم؟ 25 بنجهزها. 10 أس 2 كم؟ 100. يلا نجي نكتب المعادلة أو الإشلام مثل ما هي بدون أسس. 25 زائد 25 ضرب 3 زائد 100 ناقص افتح أقواس. شو رأيك نروح نحسب ما داخل أقواس مرة واحدة ونجي. 12 ضرب 4 48. إذا ما عرفتوا تضربوا ضرب عادي. 48 زائد 15 يعطينا الجواب 8 زائد 5 13. 4 واحد خمسة ستة 63. إذا جواب هذا القوس كله 63. نجي نكتبه هون 63 بهذا الشكل. يلا
تعالوا نشوف شو في عندي أولويات. شو في عندي أولويات حسابية؟ عندي مين؟ عندي عملية الضرب 25 ضرب 3 فيها 75، ما عاد مباشرة نكتب 25 مثل ما هي هاي، بعدين ناتج هاد 75 زائد 100 ناقص 63 يساوي، يلا عندي زائد زائد ناقص، الأولوية لا من اليسار لليمين، ليش؟ لأنه زائد ناقص نفس القوة، 25 زائد 75 100 زائد 100 ناقص 63 بهذا الشكل، خلاص 100 زائد 100 200 ناقص 63 يساوي كم؟ 106 و137 بهذا الشكل، هذا هو الجواب الصحيح. طيب ننتقل للتمرين اللي بعده، يلا السؤال رقم 8 يقول أعطاني 81 مثلث 27 مربع 9 يساوي 84، يعني شو لازم نحط مكان المثلث والمربع لحتى يعطينا الجواب 84؟ طيب تعالوا نشوف نجرب، طبعا هو عندي 4 خيارات بدنا نجرب، أول شيء نحط مثلا ناقص بعدين زائد، عفوا ناقص بعدين ضرب زائد بعدين تقسيم إلى آخره، نجرب الخيار الأول يلا 81 حكينا بدل المثلث شو راح نحط؟ ناقص 27 وبدل الضرب بدل المربع ضرب، ضرب 9 يساوي، تعالوا نحسب الأولوية لمين هون؟ للضرب 27 ضرب 9 يعطيني رقم كتير كبير، و81 ناقص هذا الرقم ما بيطلع 84، فمن الآن خطأ يعني مبينة. طيب وإذا بالبيت تحبوا تأكدوا طبعا رح يطلع معكم، لاحظوا 27 ضرب 9 عدد أكبر من 81، فكيف راح نقص 81 ناقص هذا العدد بيعطيني 84، فهذا خطأ. طيب زائد تقسيم نجرب 81 زائد 27 تقسيم 9، تعالوا نحسب 27 تقسيم 9 فيها 3، إذا 81 زائد 3 يساوي 84، لاحظوا هذا الجواب صحيح. تعالوا نجرب الباقي نكمل، هلا زائد ضرب 81 زائد 27 ضرب 9 يساوي، الأولوية لمين؟ الأولوية للضرب، 27 ضرب 9 بيطلع رقم كبير، رقم كبير زائد 81 بيطلع رقم كبير جدا، فأكيد مو هو 84، هاي كمان خطأ. آخر شي 81 نجرب الضرب والناقص، ضرب 27 ناقص 9، الأولوية للضرب 81 ضرب 27 أيضا عدد كبير جدا، ناقص 9 أكيد ما بيطلع 84، يعني هاي كمان خطأ. الجواب الصح هو ب بهذا الشكل. هي خلصنا التمارين، تعالوا نرجع نحو الأعلى قليلا ونشوف إذا في بعض التمارين حلوة نحلها مع بعضنا. طيب تعالوا نحل هذا التمرين مع بعض، نبدأ ما راح أحكي ولا شيء، أنتوا فكروا وحلوا. مين الأقوى؟ اسألوا نفسكم الضرب، يلا ولكن قبل الضرب لاحظوا في عندي أس، تعالوا نحسب الأس على طرف، 4 ضرب 2 16 ضرب 5 يساوي، الآن مين الأقوى؟ هلا صار الضرب 16 ضرب 5، نحسبها على طرف 16 ضرب 5، 5 في 6 30، 5 في 1 5 زائد 3 8،
ما عندي غير عملية واحدة، 120 ناقص 80 بهذا الشكل. طيب تعالوا نحل هذا. هون أيضا عندي زائد ضرب أسس، الأولوية للأسس. ثلاثة ضرب 16 تعالوا نحسبها. ثلاثة في ستة 18، ثلاثة في واحد 3، زائد واحد 4، 45 زائد 48 80، 93 بهذا الشكل. طيب أيضا في عندي هون تمرينين حلهم مع بعضنا. يلا مين الأقوى؟ لاحظوا عندي أسس هون وعندي أقواس هون. عفوا نحسب الأسس. ثلاثة أس اثنين 9، عندي التقسيم هاي وعندي 9 هاي ناقص 4. نحسب الأقواس، 3 زائد 7 10. خلصته. إذا حسبت الأس حطيته هون، حسبت مداخل الأقواس وحطيته هون، وباقي العمليات نفس الشيء. هل عندي ضرب طرح يعني ناقص وتقسيم، مين الأقوى؟ لاحظوا الأقوى هو الضرب. ليش؟ لأنه على اليسار. 10 ضرب 4 40 ناقص 9 تقسيم 9. الآن عندي ناقص وتقسيم، مين أقوى؟ تقسيم 9 تقسيم 9 1. إذا 40 ناقص 1 يساوي 39 بهذا الشكل. طيب تعالوا نحل هذا التمرين ونحكي بالتركي. هاي أنجليك كيما بيرجيز بلوفار بارانتيز فار çarpı var. Öncelik kime? Parantez içinde. Tamam. 48 bölü 12 eksi 4 8. Hakene lama bnihsab ma dakhil akwas ma fi da'i nuktub al akwas aw nursum al akwas. Artı 7 çarpı 2. Şu an öncelik kime? Bölü var. Artı var, çarpı var. Lavlaviye, lemin, soldan sağ, yani lel, bölme. 48 bölü 8, 6, artı, öncelik yine çarpma. Eşittir. بو شكل ده. بهذا الشكل نكون خلصنا هذا الدرس. درس كان بسيط وسهل، وبنعرف نحن من الصف الخامس. شوفوا الفيديو، إذا عندكم أي سؤال اسألونا في الاستفسارات أسفل الفيديو. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.